يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تشتكي خالتي من صداع مستمر لأكثر من 30 سنة، فهل يجوز لها أن تتمنى الموت وحالها هذه؟ لا، تمني الموت لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما قالوا يجوز تمني الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه من الفتنة فيجوز له أن يتمنى الموت. أما ما دام أنه ما يخاف على دينه وإنما فيه مرض فلا يتمنى الموت، وهذا المرض ربما يكون بل هو من صالحه، كفر الله به خطاياه ويرفع به درجاته. نعم.